السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. اليوم تاني مع اخبار شبيبه القبائل، جبنا لكم اخبار متنوعه، ولكن الخبر الرسمي تاعنا هو اللي راحنا نهضروا فيه ونتناقشوا فيه هو قرار لجنه المنازعات بمنع شبيبه القبائل من استخدامات بسبب ديون سابقه. راح نحكيوا على القيمه تاعها، وراح نحكيوا على كيف الاداره الجديده اللي ردت واش قالت الاداره الجديده. قبل هذا، وكيل الجمهورية يطلق سراح رئيس شبيبة القبائل يزيد يريشان، وهو يشكر في الأنصار وقال لكم نشكر الأنصار الذين تضامنوا ونرجع لكم خيركم فوق الميدان. هذا هو الخبر الأول. ثاني خبر ثاني للكل على باله، عودة الجماهير إن شاء الله إلى الملاعب إن شاء الله يا ربي. نتمنى أنه ترجع الجماهير وتكون واعية أكثر وأكثر، والمهم رجعت الجماهير وحلاوة كرة القدم بالجماهير. لما يكون الملعب فارغ كنا نتفرجوا بكرية، كنا نضحكوا على تاع قطر تاع دوك تاع الإمارات ومن هذي، كنا نضحكوا ونقولوا شو لي ماتش هذو، رغم عندهم ملاعب كبيرة وكيود وستاد تاعهم فارغين، ما كانش هذاك الأمبيونس. الحمد لله رجعت الجماهير إن شاء الله. والخبر تاعنا الثالث ولا الرابع انه عودة نزلة، والحمد لله اللي ما استفادش منه الفريق في كونتر الجيش الملكي في لقاء الذهب، راهو رجع ليكيب والحمد لله، وراهو المدرب مرتاح، اسطنبولي راهو مرتاح. راح نديروا فيديو على اسطنبولي غدا ان شاء الله، واش قال واش كذا، كي قرب الماتش تاع الجيش الملكي نقدروا نديروا فيديو عليه. نوليو للخبر تاعنا الرسمي اللي هو حسب قرار لجنه المنازعات فان شبيبه القبائل ممنوعه من الاستخدامات بسبب ديون، وتعد قيمة الديون في لجنة المنازعات ب3,500,000,000، ولن يتم تأهيل الجدد إلى غاية دفعه. هذا أول مشكل. ومن بعد ردا الإدارة الجديدة تؤكد أنها ستدفع القيمة في الساعات القليلة القادمة لضمان تأهيل اللاعبين الجدد. دوكا وقتها راه تدفع الإدارة، وقتها اسكو قبل لي ماتش هادو اللي جايين ولا كدا ولا قادرة تطول، هذه حاجة ما زالت ماش باينة. بروبلام يا جماعة، بروبلام. قلنا دائما الاستقرار راهو مليح، المشاكل كي يهدو ما عندكش مشاكل راهي مليحة، رغم انه دوك تحتاج اللاعبين جدد، اي فريق يحتاج ليكيب تاعو تسمى لازم 24 جوار ولا 22 ولا 23، ديما بري ديما جو لي جوار هادو واجدين، واجدين معنويا بدنيا، تحتاجهم. نظن باللي دائما المشاكل لما تصب عليك راح تخليك تزعزع الفريق. هذا مشكل لازم ان شاء الله، انا نعتبره مشكل لازم يزربوا يتنحاو ينحيوا المشكل هذا. قال لك الاداره الجديده تؤكد انها ستدفع ان شاء الله وتكون في الموعد، نتمنوا ذلك. درك حنا باه نقول لك الوقت اللي راح يدفعوا باه يزربوا اهله، هو الوقت مش في صالحهم، لازم يزرب، هذه هي لازم يزرب ينحي ليه المشكل هذا، لانه لو يتعطل بزاف فقادر زعما على باليش انا قادر يعطل ليكيب. ربما احنا قلنا باللي ليكيب راهي مليحه، وقلنا قدام فيديو احنا نديروه على قد ما تكون مشاكل ما كانش، على قد ما يكون الاستقرار كاين، وهذا مشكل اللي من المشاكل اللي يخليو الاستقرار ما كانش. دائما المشاكل المالية ما تكون عائق على ليكيب وتخليه وديما تعريطي ليكيب وتخليه يرجع للوراء. وشفنا من الاول برك سطيف او قدامكم كان الاول وهرب معرب قدام النقطة، واصبح وتراجع المستوى تاعه وتراجع بكذا بسبة الديون بسبة الاموال بسبة كذا. قلنا قدام خطرة باللي يعني بديش انا الاموال هذه راهي ضرورية بتسيير الفريق. الاموال لما تكون كاين الاموال لازم يكون دائما الفريق يكون في امان. هذه هي نطالبوا من الاداره الجديده هذه انها تزرب تسفريه المشكل هذا وما تخليش هكاك. ما انا باش
حتى وإن كانت الديون من إدارة سابقة ما يهمناش هنا، المهم رجال زرب والإدارة تاعك زرب فري ولا الله فال، هذه لازم حتما جاءتك لا غير هكا، وكانت متوقعة، كانت متوقعة على حساب الديون، أي كيف ديما يحبسوها ويستوبيوها من الاستخدامات، ولازم تزرب تأهلنا الجدد هادو، لأن ليكيب حاجة لازمها، لازم الجدد، ومادام ما استخدمت الجدد وما تأهلهمش اسمها ما درت والو في الآخر. نتمنى أنك تسرع، وهذا هو رأينا، ما نقدرش نقدر نهضر رأي واحد آخر، رأيي أنك السرعة وخلاص، هذا ما كان. نتمنى انه كل خير شبيبة القبائل، وتزرب تهنى من المشكل هذا اللي هو مشكل وعائق كبير. كل الخير لشبيبة القبائل، فيف لي اسكا، ومع اخبار جديدة ان شاء الله، ومع فيديو جديد ان شاء الله. سلام خاوتي.